بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مين هيدخل السماء؟ احنا خدنا المؤمنون وإيه والمساكين بالروح والمستثمرون اللي بيحبوا الغلابة، العاملون الخدام عموما، وضمنيا قلنا المعمدين والمتناولين والتائبين وكل الفئات دي ماشية في سكة السماء. فئة ما جبناش سيرتها هم الصابرين. الصبر عندنا آية جميلة بتقول إيه؟ بصبركم تقتنون أنفسكم. تقتنون أنفسكم يعني تكسبوا نفسكم، وممكن تتاخد بمعنيين، تكسبوا نفسكم في الدنيا لكن الأهم تكسبوا نفسكم للسماء. يعني عكس كلمة وخسر نفسه، عارفين ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله؟ إيه؟ خسر نفسه. طب يقتني نفسه يبقى دخل السماء. فالصبر ضروري لدخول السماء. تعالوا نفهمها من الكتاب المقدس. يعقوب 5، النص ده بقى احنا بنقراه اليومين دول كتير لانه ده الاصحاح ده اللي بنقراه في الانديل، كاثوليكون الانديل. هلما الان ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، غناكم قد تهرأ، ثيابكم قد اكلها العسل، ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا، هو ذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. في الأول في شوية تحذيرات كده نخلصها بسرعة لأنه قلناها تقريبا في المؤتمر كذا مرة. احذر من حاجات تعطلك عن دخول السماء. الجزء الأولاني ده، احذر من أنك تبقى الغنى واكل عقلك وتظلم، لأن هنا أدى مثل واقعي في الوقت ده. كانوا بيشغلوا الفعلة بأجرة بخسة. يعني إيه؟ يعني لأن العمالة رخيصة قوي فما ادهمش حقهم. وإذا كان عجبك فيبقى صاحب الأرض بيشغل عمال مش لاقين ياكلوا يعينه بأرخص الأسعار. لا، حاسب، ادي الناس حقها، ما تبصش لسعر السوق، لأن سعر السوق ممكن يكون ظلم عام. لا، شوف المجهود اللي بيتعمل ده المقابل بتاعه ايه، وشوف الناس دي عشان تعيش حتى أبسط عيشة لازم تاخد كام. لأن هنا بيقول ايه؟ عندكم ذهب وفضة صدقة. طبعا ما بيصدوش، لكن يعني بمعنى ان هما ما عادش ليهم قيمة. وصدقهما يكون شهادة عليكم. الكلمة دي تخوف. يعني كل الحاجات المركونة اللي بتفقد قيمتها بتصدي، او اللبس اللي بيتهرأ، الثياب التي اكلها العتة، يعني بدل ما كانت تاكلها العتة مش كانت تسطر على ناس. فالحاجات دي شهادة علينا ان احنا انانيين وبخلة. انك تركن حاجات لغاية ما الحاجات دي تروح قيمتها فترميها. طب السنين دي كلها مش كان استفاد منها بني ادم؟ فعشان كده كلام صريح وجديد. وبعدين يقول اجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم. يعني الحصادين بدل ما تديهم حقهم بتدي اقل من حقهم. طب ما هم دول ما لهمش حد غير يصرخوا لربنا. وعلى فكرة بقى ربنا سمع لهم، يعني هيبقى في صفهم. فدي حاجة تخوف قوي ان الواحد يظلم انسان مهما كان. ف
فاحذر من الغنى اللي ممكن يقلب معاك بظلم، احذر من الراحة والرفاهية، لأنه بيقول قد ترفهتم وتنعمتم وربيتوا قلبكم، ربيتوا قلبكم على الدلع، ربيتوا قلبكم على الشكوى لو في حاجة ناقصة. طب ده الناس عايشة بظروف صعبة، فيبقى الرفاهية والتنعم علامة خوف. عشان كده احنا برضو لازم نراقب نفسنا، الصيام مفيد في الحتة دي، انك خلاص اي اكل متعلقش على الاكل ابدا في الصيام، لانه لو علقت واشتكيت طب ده نوع من الرفاهية، انت اساسا اخترت تصوم، يبقى خلي بالك. كمان حاسب من الفرح الاناني، اللي هو واحد فرحان انه كسبان وفرحان انه بياكل ومش فارق مع الناس اللي مش لاقية لا تاكل ولا تفرح. الأنانية مرتبطة دايما بالغنى الظالم ده. يبقى كمقدمة قال احذر الحاجات دي هتضيع علينا السم. طيب بعد كده قال لنا ايه؟ تأنوا، اهو بقى دخلنا في الصبر. تأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب. يعني انت مظلوم في حياتك، او عندك تجربة جديدة، او في ناس متعبة، طول بالك لغاية ما ربنا يجي، هتخلص هتخلص، محدش مرتاح. لو صبرت على مجيء ربنا هتدخل السماء. وبعدين يقول هو زي الفلاح، شوف الفلاح رمز للصبر دايما، ينتظر ثمر الأرض متأنيا حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. بعض الزراعيين يقولوا ايه؟ ان في محاصيل معينة لو استعجلت وحصدتها قبل موسم معين تضيع قيمتها خالص. يعني برضو في جنوب السودان علموني كده، انه ليه عاوزين يعملوا ابيار في الاراضي؟ لان المطر بينزل حوالي 7-8 شهور، انما بيقف ويكون الثمرة ما استوتش، فكل ده يقع ويضيع قيمته. لو في بير ولا كام بير يكمل بس شهر تاني ولا شهرين على موسم المطر، كانت الحكاية استوت وكانوا كسبوا ملايين والناس كلها كلت. فهمت الفكرة؟ ففي حاجة اسمها مطر مبكر ومطر متأخر. طول بالك لأنه المطر هينزل، بس ما تستعجلش، لأن ربنا حاسبها كويس. المطر هتنزل في الوقت اللي الثمرة محتاجاه، لو نزل بدري مش هيجيب نتيجة، ولو اكتفيت بمطر مبكر لغيت قيمة المطر المتأخر. كل حاجة ليها لزوم. تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. يبقى احنا بلد فلاحين، طب ما الفلاح ده دايما عنده صبر، اي زرعة حلوة دي خدت وقتها. طب انت كمان حياتك عشان تثمر هتاخد وقتها، عشان توصل السماء في عاوزة صبر. ثبتوا قلوبكم. المشكلة لما الواحد يبقى منتظر بيبقى قلبه قلقان. لا، ثبت قلبك، شجع نفسك، قول ربنا عارف، ربنا هيستجيب، ربنا سامع صلاتي، بس هو لسه ما اختارش الوقت. فثبت قلبك، يعني حايل روحك في الفترة اللي انت منتظر فيها، مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوة لئلا تدانوا. هو ده الديان واقف قدام الرب. يئن معناها ايه؟ معناها يشكي او يدين او يغضب او يعني يبيع بقى الشخص ده او يتعب منه خالص. فهنا ما تشكيش، عندك حد كبير في السن طبعه صعب، ما تقنش، ما تقنش بعضيكم على بعض، ده بركتك، ده خد بركته للاخر. عندك حد في البيت متعب، اشكر الله، مهم يتوب في الاخر، احتمله. عندك خادم زميل مش سلس، طب وماله حبيبي، وماله، كويس انه بيخدم وانت بتخدم. فلا يئن بعضكم على بعض، يعني استحملوا بعض، تكيفوا، ما تقعدوش تشكوا في الصغيرة والكبيرة لألا تدانوا. ما هو اللي عمال يشكي ده كأنه مش عاجبه غير نفسه بقى. واحنا هنعلم الناس كلها الأدب، ما هو كل واحد له عيوبه وكل واحد له ضعفاته. فاحذر الغضب، احذر الشكوى، احذر الإدانة، احذر التذمر، احذر الخصام. مرة جات لي واحدة تقول لي أنا طول عمري بشكي من جوزي وبتخانق معه، لما راح السما
بقيت زعلانة من نفسي جدا، لأني اكتشفت ميزاته بعد ما مشي. حاجة صعبة أوي. طب هي كانت عمالة تشكي وخلاص لأنها مركزة في العيوب، لما مشي شافت ميزات، على الأقل كان مالي عليها حياتها. لكن هي كانت منكدة عليه كل يوم نشكر الله، فهو يعني إيه اختار النصيب الصالح. احذر الأنين على الآخرين، يعني خلينا نحتمل بعض في رحلتنا على الأرض عشان ندخل السماء. يبقى خلي بالك، هو اتكلم عن نوعين من الصبر دلوقتي، الصبر تجاه ربنا لو اتأخر عليك، والصبر تجاه الناس المحيطين بيك مهما كانت مشاكلهم. في نوعين من الصبر والاتنين مهمين قوي. تصبر على ربنا لو ما سمعلكش في حاجة، طب وماله طول بالك. وتصبر على الناس اللي حواليك بدل ما تشكي منهم. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. الأنبياء عموما، كل الأنبياء عندهم صبر واحتمال. الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب. أتاري كلمة صبر أيوب دي في الإنجيل، يعني أنا مش بنقولها مجاملة يعني. ورأيتم عاقبة الرب، عاقبة يعني مكافأة، عاقبة يعني نتيجة، يعني ربنا جزاء خير في الآخر، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. يبقى لو أنت مستكتر على نفسك الوجع والتعب، هو في حد من رجال الله متعبش؟ راجع كده الإنجيل وكل قصص القديسين والرسل، مفيش حد ارتاح، مفيش حد كانت حياته سهلة. هو أنت مستغرب السكة ليه؟ ما هي دي السكة. موسى النبي عاش في البرية 40 سنة، واربعين سنة تانية مطلعين عينه اليهود، وده موسى حبيب ربنا. إبراهيم عاش في غربة أصعب من غربتنا كتير، وفي وحدة قاسية، وفي خيمة عيشة مرة طول حياته، وما كانش يعني عنده نعم الدنيا، ما كانش بيتنعم، كان شخص بسيط جدا. وهكذا حتى داود وكان ملك، يا عيني مات له عياله، واتحارب كتير، واتظلم كتير، وعاش هربان في الجبال سنين، واسمه داود يعني. اذا مفيش حد ما تعبش وصبر. خلاص انت مستغرب ليه؟ بص على بطرس وبولس، بص بقى على ماري جرجس وماري مرقص. اذا ده الطبيعي. الصبر يعني ببساطة قبول إرادة الله. الصبر فيه رسالة جميلة للسماء. لما السماء بتبص على واحد صابر، معناه ببساطة بيقول له يا رب قابل منك، قابل منك ظلم، قابل منك تأخير، قابل منك وجع، قابل منك صليب، ويعني انت تديني كل الغلة العز ده وانا اعترض لما تديني حاجة مش مريحة؟ لا براحتك. فالصبر رسالة حب ربنا، انه لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. نشرب الكاس يا رب وماله، نشربه للاخر، حاضر، اللي انت عاوزه نعمله. فيبقى هنا الصبر له معنى مهم عند ربنا. اما عدم الصبر اللي هو الاعتراض والتذمر والشكوى، هو معناه ببساطة ما انت مش بتحبني يا ابني، لو بتحبني تقبل مني. طيب انا شايف لك ان ده مناسب، قول لي حاضر وخلاص. ما تقعدش تتفلسف وتعترض وتقول اشمعنى انا واشمعنى غيري، انا عارف بعمل ايه، قول لي حاضر. كمان هنا ربنا بيؤكد ان الصبر له مكافأة كبيرة او اسمها الرحمة والرأفة. برضو الرحمة والرأفة لما يجوا جنب بعض يفكرونا بالمزمور اللي بنودع بيه القديسين، يقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالمراحم والرأفات. دي بتتقال في خرجة الأمهات، لما أم تروح السماء المزمور ده بيتقري. عشان إيه؟ هي بتبارك المسيح في الوقت ده كنفس، لأنها خرجت خلاص منتصرة، فالكنيسة بتهنيها وتقول لها إيه؟ يكللك بالمراحم والرأفات. فهنا بيقول الرب كثير الرحمة وكثير الرأفة. فالصبر في الآخر هيوصلك انك ليك اكليل رحمة واكليل رأفة. وانت عاوز احلى من كده؟ تدخل السماء باكاليل عاملها ربنا برحمته ورأفاته. نكمل الاصحاح معلش.
في بقى لقات كده جايه ورا بعض كده، ولكن خلي بالكوا بقى. يبقى هو الدرس الاساسي في النص الاولاني ده، اصبروا اصبروا، ربنا اتاخر اصبروا، الناس متعبه اصبروا، المشاكل مش راضيه تخلص اصبروا، واصبروا واقبلوا من ربنا، وفي الاخر في اكليل، يبقى في سما. ولكن مش وانت صابر عملت افف بقى وعملت تلبخ. قبل كل شيء يا اخواتي، لا تحلفوا لا بالسما ولا بالارض ولا بقسم اخر، لتكم نعمكم نعم ولاكم لا. خلي بالكم القراية، لأن كتير من الشمام سيقروها يعني بطريقة مش مظبوطة. نعمكم يعني when you say yes it's yes، فاهمين الفكرة؟ نعمكم يعني لما بتقول نعم تطلع نعم، تبقى قاصدها. ما تقولش نعم وتكون قاصد لأ، وما تقولش لأ وتكون قاصد نعم. يعني بص، خلي كلامك مستقيم وما تغلطش وما تحلفش. انت ليه تقول وتحلف عشان تقول نعم؟ هي بدل قلت نعم يبقى نعم، اللي عاجبه عاجبه، لكن مش محتاج تحلف. اللي بيحلفوا غالبا بيكذبوا، اللي بيحلفوا غالبا بيكذبوا، فبيغطوا على الكذب بالحلفان. لكن الشخص اللي ما بيكذبش، نعم هي نعم ولا هي لا، هيحلف ليه؟ ما الناس كلها عارفة ان نعم ونعم ولا ولا، فهمتوا الفكرة؟ فهنا بيقول ما تحلفوش بأي حلفان، لتكن نعمكم نعم ولكم لا، لألا تقعوا تحت دينونة. يبقى الحلف والكذب يطلعك بره السما. فهنا ده كلام بطال، كتر الكلام واللف والدوران ده مش بتاعنا خالص. خلاص قلت حاضر يبقى حاضر، قلت مش هينفع يبقى مش هينفع. عشان كده المسيح قال نفس الكلام ده، يعقوب ما بيقولش غير اللي قاله المسيح لما قال أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة. دي كلمات المسيح نفسه، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا تحلف برأسك لأنك ما تعرفش تغير شعرة فيها، وقال ما تحلفش خالص. فالقديس يعقوب بيفكرنا باللي قاله المسيح في الموعظة عجة، نعمكم نعم يعني أرجوك لما تيجي تتكلم ما توعدش كمان إلا لو كنت قد الوعد. زي ما انتوا قلتوا من شوية، أحد العثرات إن واحد يبقى كثير الوعود وما يلتزمش، فالناس ما تقدرش تثق فيه بعد شوية. بدل قلت نعم حاضر يبقى هتلتزم. يعني مثلا دي تنطبق حتى على عهد الزواج، كل الرجال سمعوا كن حنونا علي، ضمنيا قال نعم حاضر. طب وبعدين نعمكم مش نعم ليه؟ منتش حنين ليه؟ تسرع إلى ما يسر قلبه. نعم نعم إيه يا أخوي أنت؟ ولا نعم ولا بتاع. أنت المسؤول عنها، بتلاقي غسل إيده تاني يوم ما يعرفهاش. إيه يا عم؟ وهي كوني خاضعة له، تقول نعم وهتطلع عينه، بس هي كوني تقابليه بالبشاشة والترحاب. نعم. وتعمل حاجات تانية. يبقى في حاجات كده بنقول عليها نعم بس ما بنحطهاش في دماغنا خالص. وبعدين يقول أعلى، برضو دي خلي بالكم مش أعلى، أعلى العربي القديم ده أصله عاوز إيه مذاكرة شوية. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي. اليه محذوفة عشان مجزوم، لكن هي أصل الكلام كده، أعلى إن كان أحد فيكم عنده مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتب. دي بقى الجزء اللي بنقراه في الأنديل بقى، وهتقروه يوم الأنديل العام في جمعة ختام الصوم. يبقى هنا القديس يعقوب على فكرة بسلاسة شديدة بيعرض الحياة كلها، بيقول اللي ربنا متأخر عليه يصبر، واللي في حياته ناس متعبين يصبر، واللي يقول كلمة تطلع كلمة مظبوطة، ما يكترش في الكلام وياخد باله قوي، النعم تطلع نعم ولا لا تطلع لا. طب واحد تعبان يصلي، يا سلام بالبساطه دي. اما هي دي الوصفه، هي دي الوصفه. عشان كده تلاحظ انه كل اباء الاعتراف بيغيظوا ساعات. ليه؟ كل واحده جايه بشكوى شكل، تلات ارباع الشكاوي من الزوج، والربع الثاني من الحما، ومش عارف في نسبه اخرى مش عارف ازاي من العيال، وابونا في كل الاحوال يقول لها ايه؟ صلي. تطلع من عنده متغاظه وعاوزه تدعي عليه. طب
هيقول ايه الراجل؟ ما هو ما عندوش حل غير اللي ربنا قايله، على احد بينكم مشقات فليصلي. هنعمل ايه؟ هنجيب جوزك نغيره ازاي؟ طيب انت بقالك 20 سنة بتيجي تشكي جوزك. بجد ساعات ببقى بضطر اقول يعني اللي بيجي يشكي ده ساعات بيبقى فعلا هو عارف ان مفيش حل، لانه الطرف الاخر ما بيجيش ومحدش عارف يكلمه. طب هنعمل ايه غير نصلي؟ ملهاش حل. الصبر قاله وبعدين دخل في الصلاة. يعني العمل الايجابي الوحيد مع الصبر هو الصلاة. لو في طرف يسمع نتكلم، بس اغلب الحالات لا العيال بتسمع ولا الرجالة بتسمع ولا الستات بتسمع، فيبقى احنا ما عندناش غير القاعدة دي، على احد بينكم مشقات فليصلي. وعلى فكرة الصلاة مش عمل سلبي، لان فعلا اللي بيصلي نفسيته بتبقى اقوى، فحتى لو الشخص ما تغيرش الحمل بيبقى سهل. هي الصلاة بتعمل حاجة عجيبة قوي، ممكن ما تغيرش البني ادم، هي ممكن تغيره برضه، لكن احيانا ما يتغيرش، بس تديك نفس، تديك طاقة ما كانتش عندك، فتلاقي الحمل اللي كان تقيل قوي ما بقاش تقيل قوي. فاذا هي عمل مهم قوي. ولو مبسوط، ودي مش كتير، رتل. اما سرور احد فليرتل، بدل مبسوط اقعد رتل. يبقى في الحالتين بتصلي، بتصلي اما بتشكي ربنا او بتصلي فرحان بربنا، يبقى انت كده ماشي صح. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة. في الترجمة اليوناني والقبطي قصوص، العربي لأن ده بيروتي منزلينها الشيوخ، لكن هي بريزفيتيروس يعني قصوص الكنيسة. فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، ده بالضبط اللي بتعمله الكنيسة. وصلاة الإيمان تشفي المريض، يعني مش بعيد ربنا يشفي، ده مش معناه لازم يشفي، خلي بالكم، لكن السر ده في شفاء، أيوة شفاء روحي ونفسي وأحيانا جسد. والرب يقيمه حتى لو كان هيموت، ممكن ربنا يعمل معجزة ويديله عمر. وإن كان قد فعل خطية تغفر له. بصوا بقى الحتة دي عشان دي مهمة أوي، لأنه في بعض الأمراض بتبقى تأديب على خطايا أو نتيجة خطأ بعض. فهنا قال في اللحظة دي لازم يعمل إيه؟ يعترف. اعترفوا بعضكم، في اللغة القديمة بينا بعضكم اللي هي عايدة على المرضى وبعضكم التانية عايدة على ايه؟ على القصوص. مش بعضكم على بعض كده، علاقتها بالموقف. الموقف بيقول في مريض وفي قسيس جاي بصلي، فقال خلي دول يعترفوا على دول. فالآية صريحة ودقيقة قوي في أصلها اللغوي، هي في العربي مش باينة، لأن كلمة بعض دي عارفين زي ايه؟ لما في وصية الكاهن للعروسين يقول فليخضع كل منكما لصاحبه. ففي مرة عريس قال لي هو ليه بيقولوا لنا اسمع كلام اصحابي؟ هو مش فاهم العربي، فطلع من الفرح بيقول لك الكنيسة بتقول لي اسمع كلام اصحابك. صاحبه في اللغة معناه شريكه، فصاحبه تعود إما على الزوج أو على الزوجة، هو خدها فليخضع كل منكم لصاحبه، فطلع كل واحد يشوف صاحبه. فهنا العربي كده برضو، بعضكم الأولى تعود على المرضى وبعضكم التانية تعود على القصوص، لأن هم دول اللي مذكورين في الآية اللي قبلها. المريض أدي البعض يدعو القصوص فيعترفوا دول على دول، عشان لو في خطية هي اللي معطلة النعمة تاخد غفران. يبقى واضح ان السر ده في اعتراف وفي كهنوت وفي سر مسحة مرضى، واضحة جدا في يعقوب 5. على فكرة عشان كده الرسالة دي بالذات اكتر رسالة حول البروستانت في القرن 16 يلغوها من الانجيل، رسالة يعقوب اكتر رسالة اللي يدرس التاريخ حاولوا يسقطوها من العهد الجديد، لأن فيها كلام صريح جدا عن حياة الكنيسة وممارستها الكنسية. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. وافترض أن الكاهن بار، عشان كده بيقول طلبة البار، يعني إذا طلبة الكاهن
مش أي طلب، لأنه واخد درجة كهنوتية، واخد درجة شفاعة، فطلبته غالية تقتدر في فعله. يبقى هنا الكنيسة حاطة كرامة للكهنوت وعاملة اعتبار إن طلبته لها فعل قادر، وابتدى يتكلم بعد كده عن إيلي. إذن ببساطة في 3 أسرار في النص ده يأكدوا لنا إيه؟ إنه بعد ما قال الصبر والصلاة، تقريبا ملخص الجزء الأولاني، قال عندكم حل دايما، ارجعوا صلوا في كل مشكلة، وهاتوا القسيس وياخد الاعتراف ويمسح، وربنا ممكن يشفي، وطلبته دي مش حاجة قليلة. اعترفوا بعضكم لبعض، صلوا بعضكم لأجل بعض كي تشفوا، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إيليا إنسانا تحت الألم مثلا. تحت الألم يا أحبائي معناها إيه؟ يعني بيغلط، هي معناها كده، يعني إنسان عادي. لأن كلمة الآلام في لغة العهد الأول يقصد بيها الأوجاع الروحية، حتى ساعات اقتل أوجاعنا بآلامك. أوجعنا يعني الصداع يعني؟ لا لا، أوجعنا يعني الشهوات، يعني الكبرياء، وده وجع قلب. فالآلام والأوجاع في لغة القديسين معناها الحروب الروحية والشهوات والخطايا. فتحت الآلام، ما إيليا جاله حالة اكتئاب أو جاله حزن أو جاله خوف، ما يمشيش مع قديس عظيم زي كده. لما إيزابل بعتت تقول له أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعل، إيليا طلب الموت لنفسه ونام وقال يا رب خدني، وكانت حالته النفسية وحشة جدا، مع إن ده إيليا. إيليا ده حاجة كبيرة قوي. فهو بيقول بصوا إيليا، أنا مش بقول لكم الكهنة، يعني عاوز يقول الكهنة اللي بيصلي لكم دول تحت الآلام، بيضعفوا، ليهم أخطائهم، ومع هذا زي إيليا لما صلى صلاة أن لا تمطر السماء لم تمطر السماء، ثم صلى صلاة أن تمطر السماء فأمطرت السماء. طب ده راجل كان بيخاف من إيزابل، يعني عيبة، في غلطة مش قليلة هنا، معلش وماله، وماله غلطة صلحها بالتوبة، لكن ده مش معناه أن صلاته ضعيفة. واضح الفلسفة، المعنى هنا انه بيقدم احترام الكهنوت. خلي بالكوا يعقوب في الوقت ده كان رئيس كهنة الكنيس، كان الاسقف العام او اول اسقف بعد المسيح هو القديس يعقوب الملقب باخو الرب، لان ابن مريم الاخرى اخت العذر. فيعقوب اللي كتب الرسالة كان اكبر راس في الكنيسة، وكان متواضع جدا، ما كانش بطرس، كان يعقوب الرئيس كاول بطرك او اول اسقف في الكنيسة. فهنا بيقول تحت الآلام، عاوز يقول أنا وإخواتي الرسل والكهنة كلهم طلبتنا قوية حتى لو حياتنا فيها ضعف. الصلاة لا تعني إلغاء الصبر، برضو دي قضية مهمة. لما بنقول أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، الصلاة مش معناه عمل سحري، يعني إيه كل اللي نفسك فيه تاخده، لا، ما هو كمان ربنا قال الطريق ضيق يدخل السماء. فلو الصلاة هتقفل على كل الضيق وتخلي الدنيا واسعة قوي بيبقى مش هنروح السما. لكن الصلاة هتصبرك، والصلاة هتغيرك، والصلاة هتغير الدنيا حواليك. الصلاة هتصبرك، والصلاة هتغيرك، والصلاة في الآخر هتغير الدنيا كلها، الناس والظروف. بس كمل صلاة، ما تستعجلش، ما توقفش، ما تقولش أنا صليت، ما فيش حاجة اسمها أنا صليت، هنفضل نصلي على طول. أخيرا بقى آخر كلمة بجد أيها الإخوة، إن ضل أحد بينكم عن الحق فرده أحد، فليعلم أن من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه من الموت ويستر كثرة من خطايا. أنا ما زلت بتكلم في عنوان كبير اسمه مين هيدخل السماء. 1، الصابر اللي بيصبر على ربنا وعلى الظروف. 2، اللي بيصلي في المشقات ومالوش غير ربنا. 3، المؤمن بالأسرار وعايش في الكنيسة وفي حياته كاهن واعترافه. أخيرا اللي بيعرف يكسب الناس ويجيب الناس البعيد، لأن ده موعود بإيه؟ يستر كثرة من الخطايا. تعبير غريب أوي، ضغط على كل أخطائه وأخطاء غيره كمان. لما أنت بتجيب شخص بعيد لربنا تعملت عمل ضخم جدا قدام ربنا. من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسه، حتى تعبير يخلص
مذهل. عارفين ليه؟ لأن كلمة يخلص تعود على المسيح وحده، مش كده؟ هنا تعود على مين؟ على الخادم، على الشخص. كأنك اشتركت في خلاص الناس. طبعا هي دي الخدمة، الخدمة شركة في خلاص الناس. يا لقب مخلص ده على المسيح وحده طبعا، بس المسيح من اتضاعه ادانا دور في خلاص الناس. فانت لما بتجيب الناس وتجري ورا الناس وتحايل الناس وتغير في حياتهم وتظبط دماغهم، انت بتخلص. والقديس بولس استخدمها في كورنثوس لما قال لأخلص انا على كل حال قوما. كان ممكن واحد يقول له انت هتخلص حد، تطلع مين؟ لا، ما انا مش هخلصه، يعني اموت بداله. المسيح هو اللي مات، بس انا اللي جبته للمسيح، انا اللي شديته لربنا، انا اللي اشتغلت عليه، فيبقى شارك. عشان كده المسيح قال من لا يجمع معي فهو يفرق. يبقى قال اشتغلوا معايا، اجمعوا معايا، او خلصوا معايا. وقال مرة تاني مخلصين البعض بالخوف، قديس يهوذا. مخلصين دي تعود على مين؟ علينا. انتوا شاركوا في خلاص الناس، مخلصين البعض بالخوف. في ناس تحتاج انك تخوفها عشان تتوب. فهنا بيقول يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطأ. يبقى رد الخاطئ هدف جميل قوي في الحياة، ان الواحد يرد الخطأ، يرجع كل ابن ضال زي بتاع النهاردة كده، يفوق الناس من السكة الغلط. تحتاج حكمة وتحتاج صبر وتحتاج صلاة وتحتاج صحصح. فاكرين صحصح؟ صلاة، حب، صبر، حكمة. تحتاج كل ده عشان في الآخر لو نفس واحدة كسبتها، تلاتة تخيل دي عند ربنا شكلها ايه الحتة دي؟ حاجة كبيرة جدا. وفي المقابل نفس واحدة خسرتها بالعصرة، قد كده مشكلتك ضخمة جدا. لأن قصاد من رد في وين خسر بقى، أو من أعصر. فالخادم الشاطر يكسب ما يخسرش حد. وفي عملية خلاص النفوس دي مليانة بقى فن الرعاية وفن الصيد والإرشاد. إذا كمان الخدمة تحتاج إلى صبر. يبقى مش بس مشاكل الدنيا تحتاج صبر، والناس اللي حوالينا يحتاجوا صبر، وتأخر ربنا في الاستجابة يحتاج صبر، إنما حتى خدمتنا تحتاج للصبر. لكن بصبركم تقتنون أنفسكم. لإلهنا كل مجد وكرم.